قلتي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس يا ربي تكونوا بخير. ابا حله، اليوم غنوجدوا ان شاء الله مع بعضياتنا الفوكاتشا اللي مقاديرها بساط، وغادي نديروها مع بعضياتنا ونشوفوا النتيجه ان شاء الله في الاخر، وغتبقاو ديروها دائما. نبداو على بركه الله. حاجتنا الكيلو ديال الدقيق فورس او فارينه اللي بغيتو، 25 غرام ديال الخميره المعجونه او الفوريه، كما كتشوفوا خوتي 60 مليلتر انا عبرتها ديال زيت العود، اطرو ديال الماء، الا خاصنا الماء غنزيدو سينو ما غاديش نكملوه كاع. ثم الملحه، ما غاديش نقدر نقول لكم شحال درت، ولكن كل واحد على حسب الذوق ديالو. غنتبعوا مع بعضياتنا ان شاء الله مقادير. نبداو ان شاء الله مع بعضياتنا الطريقه. كناخذوا هذيك الخميره اللي ذكرنا في الاول، كنديروها خوتي هنا في هذا الماء، الماء راه دافي يعني ما سخونش بزاف. كنخليوها واحد 30 ثانيه غير بعد ما يعني تذوب، باش تنسجم لينا اولا مع داك الماء، وتا هي تذوب لينا ديك الخميره. كما كتشوفوا غنبداو ان شاء الله على بركه الله. كناخذوا الملحه، انا ما كنقدرش نقول لكم شحال، ان كل واحد الذوق ديالو. الخميره هي انسجمت لينا مع الماء، سمحوا لي. بسم الله. وكاين الناس اللي كياخذوا يعني المسوس، راه يقدروا يديروا الفوكاتشا ديالهم بوحدها بلا ملحه. الله يحسن العوان الناس اللي هما مساكن متبعين الريجيم ديالهم. كنزيدوا الماء، مازال عندنا الكيك، حاجتنا الماء. هي راه وصفه ساهله كيف ما كنقولوا دائما، الانسان ما يكونش عنده العشاء ولا شي حاجه، غير يديرها قدام، وكتبغي واحد 3 ساعات تطلع على خاطر على العجينه. سكري غنخدم ليك الاخرى. كتبغي شويه ديال الدليك، ما خاصهاش تكون قاصحه. ما خاصهاش يعني تجي خفيفه، وما خاصهاش تجي قاصحه، يعني تجي العجينه مقاده. حنا دابا غندوزو للطريقه الاخرى. هي هذه اخوتي، غتشوفوا الله يخليكم، تبعوا معنا غير المراحل. كنقبطوا هذاك الزيت، حنا غنرجعوا لثاني الاخر. كي درتوها الطريقه غتخرج لكم غزاله، وغتبقاو ديروها. ديروش الدقيق والزيت في آن واحد ولا في مره واحده، لا بالعكس، كما كتشوفوا اخوتي حنا غنرجعوا الزيت اللي باقى لينا. كنديروش كلشي دقه واحده، لا هذا هو يعني السر ديالها. كتحطي غدا معاه بشويه، وكتشربي ليها داك الزيت، وتا هي كتاخذو بشويه بشويه.
كنشكر الناس اللي كيشكروا المحتوى ديالي، الله يخليكم نتوما تبارك الله عليكم ما شاء الله. كتشوفوا خواتاتي هي الزويته كاع شربات. حنا ان شاء الله غنكملوا داك الشويه اللي هو باقي لينا، ها هو حنا سالينا. ها نتوما حاضرين على المراحل كلها، يعني داك الزيت ما درناهاش مع الماء اولا درناه مع الدقيق مباشره، ولكن هذه هي الفوكاتشا الحقيقيه. ومره اخرى ان شاء الله غنديرها لكم بواحد الطريقه اخرى. ملي كتشوفوا خوتي هي زعما ما كتسالنا والو هاد العجينه، حنا دلكناها الناس سلامتهم اللي عندهم العجانه راه غادي يديروها في العجانه، هذيك راه كتسهل المأمورية الصراحه، هذيك راه مزيانه كتعاون الناس الله يحسن العون اللي ما عندهمش الوقت، الناس الموظفين، الناس الله يحسن العون ما كيقدروش يعجنوا عندهم مشاكل ديال الدار. كما كتشوفوا خوتي حنا كملناها العجينه ديالنا هي هادي، حنا غادي نحتفظوا بها ان شاء الله من هنا 3 ديال الساعات. طب حلو كده نديروها وغادي نغطيوها، راه غنديروها ان شاء الله بواحد سمولي بشكل منوع بحال يعني القرعه اللي بغى يدير فيها شي حاجه يقدر يدير فيها، ولكن نتوما ان شاء الله غتتبعوا معايا المراحل اللي غادي تخبر العجينه، نتوما غتكونوا معنا ان شاء الله من بعد 3 ديال الساعات خوتي او الاربعه. الدنيا هانيه راه فوق شحال ما كتجلس شحال ما كتزيان شحال ما كترتاح شحال ما كتعطيك الطوع وكتجي مجعبه غزاله كي الشهده. كما كتشوفوا ها هي الفوكاتشا ديالنا راهي خمرات، انتما كلشي قدام عينيكم هي دابا غنحاولوا نفكوها من هنا وغنديروها في اللاطه. حنا غندهنوا اللاطه ديالنا، انا كندير زيت العود، الناس اللي ما عندهمش زيت العود يدير يعني زيت نباتي كما كتشوفوا اخوتي. غنتبعوا الطريقه مع بعضياتنا. واحد الملاحظه ان الزيت خاصة تكون شويه كي كنقولوا لك كنا غنديروا معلقه كبيره غنديروا جوج، حيت كتبغي تشرب هذيك الزويته وكتزيد انها تولي طريه، كتزيد تولي طريه ان شاء الله. حنا غنبداو شوفوا اخوتي بطريقه عشوائيه، كنجيو لهنا وكناخذوا واحد الكويره بحال هكا كنحطوها في الوسط، ما كاين لا مدلك لا حتى شي حاجه. الناس اللي كيبغيو يخدموا بحالي انا كنشوف غير نخدموا بشي حاجه طريقه يعني بسيطه مبسطه، كنجيو لهنا الوسط كما كتشوفوا وكنبقاو غاديين معاه. كندلكو كنسرحو من اللي من اليسر كنبقاو غاديين مع ديك العجينه كما كتشوفوا خوتي انتوما من اللي من اليسر، ان الفورس كيرجع عندي دائما كما خوتي كما كتشوفوا حنا سرحناها كلها ديناها الجناب بربعه بيهم، ما كاين لا مدلك لا حتى شي حاجه، طريقه مبسطه وبالزربه في نفس الوقت. حنا غادي نحتاجوا واحد نص كاس ديال الماء كما كتشوفوا هو هذا. شنو غنضيفوا ليه؟ زيت العود كما كتشوفوا، هذا هو السر في هذه الوصفه كما كتشوفوا خوتي، خصنا على الاقل 3 ديال المعالق كبار في نص كاس ديال الماء بحال هكا. لاحظوا معايا الله يخليكم خوتي، ها هو الزيت حنايا اللي ضفنا ليه الماء اللي ضفنا ليه زيت العود،
شوفوا كيف كتولي. هذه هي الطريقه اللي خاصكم ديروا. كنقبطوا بحال هكذا وكنمشيو. راه داك الماء كينفع، قولي لي شي حنا ما عندناش، كنا هذاك الفران اللي كيكون فيه واحد الرشاشه كتسلق بحال ديال المقاهي، دائما كندير واحد التحريكه هكا حيت كطلع الزيت للفوق. انتما خوتي وكنهزو وكنديو نجيبو، راه عمليه مهمه. نمشيو مره واحده مره اخرى معاها من التحت ومن الفوق، يعني الطول ديالها والعرض. صافي كنبداو المرحله الاخرى خوتي اللي هي القرعه. كتشوفوا القرعه حنايا ما درناها لا في مقله لا في حتى شي حاجه، ولكن درناها رقيقه. كنبداو على بركه الله، بسم الله، وكنوركو شويه بيدينا، كنوركو بيدينا. كما كتشوفوا اخوتي راه عمليه بسيطه. كاينين الناس اللي كيديروا ديك مطيشه رقيقه ديك الصغيوره، حتى هي راه كتجي غزاله. كاين الناس كيقبطوا البطاطا وكيسلقوها ويغردوها، الا ماشي بطاطا مقليه لا مسلوقه، كينبتوها بها او اللي كيقطع يعني فوق منها. دائما خصها تكون بصح مسلوقه حيت هذه دغيا غادي تطيب. البطاطا اللي درناها خضراء ما غاديش تطيب لينا بطبيعه الحال. الناس اللي عندهم الكاشير، انا ما عنديش في هذه الساعه لان انا كنمشي لواحد البلاصه بعيده باش كناخذو. ماشي بحالكم نتوما في المغرب موجود حداكم كلشي. كما كتشوفوا خوتي حنا نبتنا، ندوزو للمرحله الاخرى ديال الزعتر. كما كتشوفوا هو الزعتر غادي نرشوه من الفوق. طريقه يعني عشوائيه. شي واحد الجنيه اخر البلايصه اللي بانت لكم ما فيهاش ديروا السال. خوتي البيتزا ديالنا، اسمحوا لي، الفوكاتشا ديالنا ديال القرعه الخضراء هي هذه، ان شاء الله على بركه الله غنديروها في الفران. دابا غندوزوا للشكل الاخر. دائما الفوكاتشا غنديروها بطريقه اخرى. كما كتشوفوا خوتي ها نتوما كنقطعوا دائما العجينه كنحطوها في الوسط باش تسهل عليكم يعني الطريقه ما تجيكمش صعيبه. كنبقاو غاديين معاه حتى كنديروا ديك الدائره باش دوك الجنيبات هما يهبطوا ويتقاد كلشي يجي سطحي مقاد. كما كتشوفوا خوتي هادي حنا غنديروها في الزيتون الاسود نفس الطريقه، دائما نفس العمليه. شويه ديال كما كتشوفوا خوتي ها هي الفوكاتشا الثانيه بالنوع الثاني اللي هو الزيتون. خوتي نفس الطريقه دائما الزيت والماء. اللي ما عندوش زيت العود راه غير الزيت النباتيه ما كاين حتى شي مشكل، ولكن زيت العود الا كانت كتعطي واحد النسمه الصراحه. راه غير جوج معالق كبار كاع بركه في نص كاس ديال الماء، انا درت ثلاثه تقريبا. كما كتشوفوا خوتي غنقبطوا واحد شويه ديال الزيتون وغادي نحطوا يعني حنا غادي نلصقوه في الاخير، نحاولوا غير نضغطوا عليه شويه لا غير. نقدروا نديروها حتى بالزيتون الخضر، انا حيدت ليه العظم
هذا كيجي يعني بنين على كما كتشوفوا خوتي. حنا عندنا واحد شويه ديال الجبن، واحد التنسيمه ديال اكليل الجبل، حنا كيقولوا ليه روز مارينو ولا اكليل الجبل. المهم راه كيعطي واحد النسمه زوينه، غير لقطات ماشي يعني. سمحوا لي كما كتشوفوا خوتي، انا ولادي عزيزه عليهم بالموتزاريلا. هي بصراحه ما كتكونش فيها الموتزاريلا الصراحه. شوفوا خوتي العجينه اللي تبقات لينا الاخر ديالها هو هذا. حنا غادي نديروها بالطون وغنكملوا يعني ديك القرعه اللي حنا بقات لينا من الاولى باش ما تضيعش نيت. اللهم نديروها فيها كما كتشوفوا خوتي. حنايا سرحنا الفوكاتشا اللي بقات، سرحناها واخا في هذه الطبقه ماشي. لا غنزيدوا عليها، غنديروا لها ديك شويه ديال الماء والزويته اللي بقات لينا الاخر ديالها هو هذا، ما بقاتش بزاف ماشي مشكل. كما كتشوفوا خوتي حنا غنديروا هذا الحك ديال الطون غير شويه يعني باش البناله غير. كما كتشوفوا خوتي حنا سرحنا عليها داك الطون وغادي نردوا ليها ديك شويه ديال القرعه اللي باقه. ديرها بطريقه يعني عشوائيه، ماشي نبقاو يعني نقادو، راه كلشي غادي يطيب في الاخير. كما قلت لكم راه يعني القرعه ما نطيبهاش، لكن هي رقيقه، راه كتبغي شي 6 ديال الدقائق في الفرن اولا 7، وهي دايجه الفوكاتشا خصها 15 دقيقه على الاقل ولا 20 دقيقه حسب الفران يعني والدرجه ديال الحراره. ما تفوتوش اكثر من 180 لان غتولي محروقه لكم، لا داعي انسان باش غادي يزرب. اللهم يخلي 180 وطيب نيت في نفس الوقت على خاطره. كما كتشوفوا هذه ديال القرعه اللي درناها هي الاولى للتذكير ان القرعه درناها خضره ما طيبناهاش. شوفوا هذه درناها بالزيتون والفرماج من الفوق كي قلت لكم. شهيت عليكم اخوتي الكاتشه الاخرى هي قدامكم اللي درنا فيها الطون ودائما درنا فيها حتى القرعه. شهيت عليكم بالصحه والراحه، ودرنا عليها دائما الزيت والماء. اللي خطاكم عليا اللي ما كانش ابوني معايا يتابونا، واللي عجبتو يورك على زر الاعجاب. شكرا لكم بزاف اخوتي، المره القادمه ان شاء الله.